نظمت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج احتفالية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية المباركة، وذلك بحضور فضيلة الشيخ دكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس. التفاصيل في تقرير الزميلين خالد المشنب وساهر المنتصر. نظمت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج احتفالية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية المباركة، وأوضح دكتور علي عبد مولود عميد الكلية بأنه في ذكرى الهجرة النبوية الغراء أقامت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج حفل الاحتفاء بهذه الذكرى العطرة وبصاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد بدأ الحفل بالسلام الوطني عقبه تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم للقارئ والمبتهل بالإذاعة والتلفزيون الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي. احتفالية بالهجرة النبوية حدث جلل، فهي حادث فارق في تاريخ الأمة الإسلامية. أعلنت عنها الكلية منذ فترة لاستقبال المشاركات وبحوث من طالبات الكلية ومن أعضاء التدريس في الكلية ومن المجتمع الخارجي، وبالفعل تم استقبال ما يربو على 50 مشاركة علمية وورقة بحثية ومواهب إبداعية في الرسم والفنون الأخرى. الهجرة النبوية هجرة يعني مستمرة في سبيل إعلاء كلمة الحق، وفي سبيل نصرة الدين، وفي سبيل التجديد والتطوير. الهجرة النبوية كانت هناك الأوراق المقدمة للمشاركة في هذه الاحتفالية، أوراق متخصصة علمية، منها مشاركات في اللغة العربية، ومنها مشاركات في أصول الدين، ومنها مشاركات في الشريعة الإسلامية. المشاركات تمثلت في جامعة الأزهر في كلية الدراسات الإسلامية. أعقبها كلمة لعميد الكلية ودكتورة فاطمة المهدي وكيلة الكلية، وحضر الحفل لفيف من القيادات بسوهاج، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ دكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، والسيد النائب زكريا حسان عضو مجلس النواب، وأستاذة دعاء الشريف عضو المجلس القومي للمرأة، ولفيف من السادة الأساتذة أعضاء هيئة التدريس من داخل الكلية وخارجها والهيئة المعاونة والطالبات. بالنسبة لحفل اليوم، طبعا كعادتنا في كل عام نقيم حفلا يتعلق بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا العام يختلف عن غيره من الأعوام السابقة. في هذا العام من التجديد أننا طلبنا من السادة الزملاء أعضاء التدريس والهيئة المعاونة على أن يقوم كل أستاذ بتقديم ورقة بحث أو ورقة عمل بحثية، وبالفعل الحمد لله رب العالمين وجدنا إنجاز كبير جدا من سادة الزملاء، بل وجدنا من يشارك من خارج الكلية، سواء كان في داخل جمهورية مصر العربية أو خارج جمهورية مصر العربية، ومن هنا جاء إسراء هذا اللقاء والحمد لله رب العالمين. أيضا من الأمور التي يعني كانت من الأمور المستجدة في كليتنا اليوم أن هذا اللقاء سبحان الله العظيم تشعر فيه بالروحانية، وهذا إن دل فإنما يدل على أن العمل طالما أنه خالص لوجه الله عز وجل دائما أبدا نجد التوفيق. كما تحدث فضيلة الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية خلال كلمته عن الفضائل والدروس والعبر الكثيرة المستفادة من الهجرة النبوية المباركة. وقد تخلل الحفل مجموعة من الفقرات الفنية للطالبات والابتهالات الدينية، واختتم الحفل بتكريم السادة ضيوف الحفل والسادة المشاركين بأوراق بحثية من داخل الكلية وخارجها، والتي ستقوم الكلية بطباعتها في كتاب بمناسبة هذه الذكرى المباركة. كما تم تكريم الطالبات المشاركات بأعمال فنية وإبداعية وأوراق بحثية. من داخل فعاليات الاحتفال بالعام الهجري الجديد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج، ساهر منتصر وتحياتي خالد المشنب لقناة طيبة.